كمان انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في المدينة الشبابية بحي الأسمرات، ودي بالتزامن مع انطلاق المشروع القومي والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، علشان يحقق هدفها الرئيسي وهو التنمية البشرية والثقافة للإنسان المصري، خاصة أهالي المناطق المطورة. بيتضمن الأسبوع الثقافي والحضاري تقديم أنشطة تثقيفية توعوية بهدف بناء الوعي التاريخي والحضاري والأخلاقي لأطفال وشباب والأجيال اللي جاية في حي الأسمرات، وغرس القيم الأخلاقية والحضارية المتوارثة من أجدادنا المصريين القدماء العظماء، وده من خلال إقامة متحف من المستنسخات وعدد من الورش التوعوية. خلينا نشوف نبذة عن الفعالية ونرجع تاني نتكلم. طبعا هو الهدف من القصة دي كلها ان اولادنا يعرفوا احنا مين، يعني تاريخنا القديم، ودي حاجة مهمة جدا. وموضوع الجمعيات الاهلية انها تيجي مدينة الاسمرات او مساكن بديل العشوائيات، دي حاجة مهمة جدا احنا بندعمها، لانه الجمعيات الاهلية بتقوم بالدور اللي احنا ما بنقدرش نقوم بيه، وده الهدف الاساسي، وهو تغيير السلوك وتغيير سلوك الأطفال والمواطنين ويعرفوا تاريخهم. مبادرة إحنا مين النهاردة هنا بتكمل رسالة وهدف صندوق التنمية الحضرية ومعالي محافظ القاهرة من خلال مبادرتنا إحنا مين. إحنا في الأسمرات لأهاليها، أطفال شباب كل أهالي الأسمرات اللي محتاجين فعلا تنمية. كان في تنمية حضرية و إنشاءات جنبها في التنمية البشرية اللي احنا بنحاول نضيفها وبنكمل مجهودهم، ان احنا بنعرفهم تاريخنا حضارتنا جذورنا المصرية ونرسخ فيهم الهوية. الحمد لله مدينة الأسمرات مدينة متكاملة متنوعة، الأنشطة كلها بتمارس هنا في مدينة الأسمرات. يمكن النهاردة مبادرة إحنا مين مبادرة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ إحنا مين امبارح؟ إحنا مين النهاردة؟ إحنا مين بكرة؟ فعشان كده إحنا بنقول بنرسخ في مواطن المدن بتاعتنا اللي بننشئها روح الانتماء وعقيدة الانتماء لبلده. أنا يحضرني كلمة لمؤرخ يوناني، لما اليونان هزمت أسبرطا قال: هزمناهم ليس حين غزوناهم بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم. وهم ده اللي بيعملوه علينا دلوقتي الأعداء بتوعنا، وهم كتير، يعني بيحاولوا ينسونا تاريخنا وحضارتنا وبيشوهوا هذا التاريخ، واللي ما يقدروش يشوهوه يقولوا احنا اللي عملناه واحنا اللي بنيناه. مبادرة إحنا مين مبادرة جميلة جدا، بتتكلم عن الحضارة المصرية بشكل عام، ومنها الهوية المصرية. الهوية المصرية لازم تكون يعني الناس عارفاها كلها، منها الشباب والنشء. فإحنا في افتتاح الأسبوع بتاع إحنا مين، والشراكة اللي مع مؤسسة يارو شراكة إن شاء الله تمتد لفترات طويلة إن شاء الله، ونقدم فيها موروث ثقافي محترم إن شاء الله.